هل تعلم لماذا يكره الشيطان الملح وكيف يتسبب في بكائه؟ حذر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عباده المؤمنين من إغواء الشيطان للناس ومن اتباع وساوسه التي تذهب بالإنسان إلى التهلكة وغضب الله وعذابه الشديد، لأن الشيطان يهدف إلى أن يعصي الإنسان ربه ويمارس الفواحش ويقتل ويسرق ويفعل أي شيء نهى الله عنه، ويزين طريق الكفر والعصيان في عين الإنسان حتى لا يطيع أوامر الله ولا يدخل الجنة التي وعد الله بها كل مؤمن تقي، وحرمها الله على الشيطان بعد أن رفض الامتثال لأمر الله في السجود لآدم لما خلقه بيديه، وكان دافع رفضه التكبر والغرور، فقال مخاطبا الله عز وجل: قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فجاءت العقوبة من الله سبحانه وتعالى، قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. حينها توعد إبليس بإغواء نسل آدم انتقاما لإخراجه من الجنة، حيث قال: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مطحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. لذا فإنه يتوجب على الإنسان دائما ألا يصغي إلى وساوس الشيطان، لأنه دائما يحاول إغراءه كي يبتعد عن دينه ويكفر بربه ويشرك به، ولكي يستطيع الإنسان إبعاد وساوس الشيطان عنه ويكون قادرا على مقاومة وساوسه المتكررة عليه، أن يلتزم بعدد من الأمور. قبل الدخول في التفاصيل، لا تنسى الاشتراك بقناتنا فكرة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديدنا. سبحان الله، أمامنا حلول سهلة وضعها الله لنا من أجل تحصين البيت وطرد الشياطين والجن، ولكن الكثير من الناس يظنون أن استعمال الملح ورشه في أرجاء المنزل لتحصينه أنه حرام، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما لدغته عقرب قام بإذابة الملح في كوب من الماء، وقام بمسح المكان المصاب به، وقرأ سورة الكافرون وسورة الفلق والناس. لذا يفضل أن تقومون بإذابته مع الماء والرش به في كل مكان من أرجاء المنزل والزوايا من الداخل والخارج، وأنه يقوم بتحصين المنزل والتخلص من الشرور والأذى، حيث إن الملح يرهب الشياطين والجن، ولأن الملح يرهبهم ويجعلهم يهربون من المكان حتى ولو كان أحد أفراد من البيت أصيب بالأذى منهم. ومن أجل طرد الشياطين والجن برش الملح، قوموا بتلك الطريقة: أحضروا وعاء به ماء يكفي لأرجاء المنزل، ويتم وضع 3 ملاعق من الملح، ويتم مسح به المكان كله. يمكن خلط الملح مع الحبة السوداء وجعلها كالبخور، ويتم قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات في وقت الغروب أو الفجر. إن أعجبك هذا الفيديو فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب للفيديو والاشتراك بقناتنا فكرة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.